السلام عليكم يا طلاب ويا معلمين، أنا أبلة حلاوة. اللي يعرف أي معلومة عن مديرتنا الحبيبة يطمني لأن من زمان. أنا أعرف من هو؟ أنا أعرف وينها. تعالوا، أنا كنت معاها آخر فترة. من هذا؟ إحنا وين؟ جايبنا فين؟ المديرة قالت تاخذ إجازة 3 شهور. عاد أنا قلت له والله ما تاخذي 3 شهور إجازة، مو على كيفك بعد ما قطيتش من فوق المبنى وما أدري شنو. قلت لا والله هالمرة حقطش بالقاع الهامور، بس أستاذ الرياضيات عندي سؤال. أوزي سؤالك نار يا دكتور. أنت خمالي الى قاع الهامور. استاذ والله بس حبيت اقول لك اني اسف لاني طيحت سروالك قبل و هليكوبتر.